لا حلو كثير والله كثير حلو البيت. انت تعال اسالني شو بدك وبعدين اطلع بطلع هني باين سالوك كم سويلوني وهذا بس قادر ارتاح انت هذا كلب تبعي حلا بس عندي تحن الون الان انا واحد من اهل هاي البلد بيقولوا عني شيخ اما انا اسا في الوقت الحاضر اكبر واحد في هاي البلد هي 10-15 ألف أنا الآن أكبر واحد في عندي مشايخ اثنين أصغر مني بأربع سنين الشيخ نور الدين ابن عمي والشيخ أبو علي صالح نصر الدين الحمد لله بي كان فلاح سنة 25 هاجروا دروز لهالبلد من مجدل شمس وبقعاثة وعين قنية وحاصبية ورشية وهوني كانت البلد يعني قليلة استقبلوهن يعني استقبال إخوان لبعضهن ما كانش فيه يعني عمار ما كانش زي اليوم أما بالنسبة للغيرة الدينية عند الدروز استحملناهن اللي إجوا بعرف منهم مشايخ محترمين توفوا والأولاد اللي كنت أنا وياهم في المدرسة صاروا مشايخ هذا الوفد الدرزي اللي إجا من جبل الدروز تيصلح بين الدروز والأسلام سنة 1940 عبد الغفار باشا الأطلس رئيس الوفد مستر إيفانس حاكم لواء حيفا أسعد كنز أبو صالح من مجدل سمس جبل مراد الصفدي من الإقرية بلد سلطان الأطلس أمين حمدي بيو للدكتور حمدي اللي كان مدير مستشفى الحكومة في حيفا طول مدة الانتداب الجناح الآخر زيد بيك الأطلس أخوه للسلطان باشا الأطلس حمدي درويس البطل المشهور في الكرم وفي الشجاعة بات عندي ليلة هون مبارح 1940 اللي واقفين من هون عيسى العيسى صاحب جالية فلسطين رفيق بيك بظون أعلى قائم مقام في حيفا إذا بغيب حاكم اللغة الإنكليزي بيكون هو محله في ثلاث قائم مقيمية في حيفا هو رئيسهم حسين بيك عبد الصمد حاكم صلح في حيفا أصله من لبنان دكتور حمدي هذا أبو هذا ابن هذا مدير مستشفى الحكومة في حيفا هذا فريد سعد قائم مقام في حيفا من أم الفحم عربي أما عنده أملاك هذا شاعر الدروز سلمان ماضي شاعر الدروز وخطيب هذا الله يرحمه هذا من شخصيات الوفد الدرزي بحيفا سنة 1940 الوفد الدرزي أصلح بين دروز فلسطين والإسلام لأنه كانوا أخذين شخصيات من الدروز وقاتلينهم في صبرة فلسطين يعني من طراسيس ضرب فلسطين هذا الوفد أنا بعرفهم كل واحد منهم أنا تكلمت معه شخصيا كل واحد منهم حتى هذا قعدت حده على الطعام هناك قال لي أخي سلطان وصاني لدالية الكرمس أنا ماليش أنا بنسيونير أنا بقولوا عني ديواني مفتوح لليهود ولا العرب ديواني أنا عربي نحن فرع من الإسلام إحنا نتميز عن الإسلام في بعض نقاط أنا هاي حكيتها في الباقة الغربية كان خريجين جامعات إسلام أم أصحابي نحن نمتاز عن الإسلام الدرزي لا يحق له أن يتزوج أكثر من زوجة واحدة والمطلقة لا ترجع في دين الدرز أبدا باسم القانون عم يقسموا الأرض تبعنا باسم القانون إحنا هون قبل إسرائيل وإحنا أخلصنا لإسرائيل
والرئيس الأول لدولة إسرائيل والوزراء أصدقاء مع الطائفة الدرزية. أما تغيروا اللي بيعرفوا الصداقة هذول اللي طلعوا جديد صاروا في اسم القانون بيلاقوا إنه مع الدرز أرض بيخترقوا قوانين يسلحوا من هون شوي من هون شوي من هون شوي. مشان إيش؟ إحنا مخلصين لإسرائيل مش عم عاملونا على إخلاصنا. كل وزير منهم بيخطب بيقول لكم الحق أما عمليا لا. أنا بحكي علنا. خليك حدي هون أحسن. خليك حدي. كريستين فريدريكسون شارع تريك فيكن 15 سويد لانس بيسي مين هذي الناس يعني شوني شو كانوا يعني بيشربوا قهوة بخنام. أنا بجيب ناس وبقول إحنا عربي أو يهودي بهمنيش بيتي مفتوح على هذا أساس بس يشربوا قهوة بيعطوني هالورقة بقول تفضل لعنا ما بروح لعندهم. قريت هاي قرانهم إياها هاي شو هاي هون بروفيسور موشي تال دكتور وزوجته ساشا تال كان في برفقة إخواننا في كم واحد نسمع من الدولة الأمر إذا في لزوم نعمل صلح نعمل تبادل يعني أراء مع بعضنا حريصين إنه البلد تظل سليمة من الحوادث والإرهاب. سواح من عموم بلاد العالم بيجي بحطوا سياراتهم في شوارع الدالي أمينين كل الأمان بحطوا سيارتهم هون بروحوا نمسوان ولادوا على السوق بيرجعوا بلاقوا سيارتهم محلها فيش ولا أي عمل تخريبي. إحنا حريصين نضل دالس كم سليم من هاي الأشياء وهاي اللي سمعت الدالي منها بلد سياحية ونحن دروز منرحب في الضيف مين مكان يكون من غير تحيز من غير ما يكون يهودي ما يكون عربي ما يكون أسود ما يكون أبيض. هذا سمة الطائفة الدرزية حب حسن الخلق وإكرام الضيف. هذا هاي المبادئ تبعنا إحنا أخذناها من السلف الصالح من أهلنا مش مخيلين في تقاليد. في منهم المتدينين لم يزال يعني مسكين أما من غلس نقول شباب الدروز اللي في الشارع زي شباب الدروز الأصليين لا. أما إحنا نسعى إنه نوحد بين الشاب الدرزي الجاهل يصير شوي يتفهم يصير عاقل ويرجع على أصله. نتأمل العلم ميسر الحمد لله. أنا لما كنت تلميذ ما كانش في علم زي اليوم. اليوم العلم يعني ميسر وموجود جامعات ومدارس. أنا تعلمت للصف الرابع أما وصلت المطالعة بصورة مستمرة وأخذت الشهرة إنه أنا بحب التاريخ بحب الأدب وبحب الشعر وبحب السلام وبحب هذول الخصال اللي أنا يعني بتفانى من أجلهم ومساعدة الغريب يهودي عربي لو خشوف عندي لو خشوف الغريب لازم يكون لازم يتعلموا لازم معلوم كيف كان شروط ديننا الشريف ومبادئنا الآن يجب الإنسان يعلم ولد وعلم بنته مثل ما يعلم ابنه. هاي كمان هاي من أساس دين الدروز هاي كلهم إياها نقطة مهمة. أهلا لا بعد إذا ما خلصنا بدنا نجيب القهوة خليكم قاعدين خليكم قاعدين محلكم أخذوا تصور معك صورة نعم فيها تصور معك صورة لا هي لا هي لا أما وقف أنت بيني وبينها أنا بنوجه ديني دكتي هيك هيك هاي رئيستهم يعني This is my child Michele إيه جوجل